تنسيقية الفصائل المسلحة العراقية تعلن بشكل واضح أن مصالح واشنطن في العراق والمنطقة ستكون محل استهداف من قبلها في حال هاجمت إسرائيل حزب الله في لبنان. إعلان سيكون بحسب متابعين بمثابة إعلان حرب ليس مع واشنطن وإسرائيل فقط، بل مع الحكومة العراقية أيضا التي ترفض إقحام نفسها في تداعيات الحرب الدائرة في غزة. أعتقد هذا ما راح يأثر على القوات الأمريكية ولا على القوى الغربية هذا الضغط، لأن القوى الأمريكية والقوى الغربية قادرة على منع أي تدخلات خارجية قد توقف هذا الدعم، لأن هناك استراتيجية أمريكية واضحة بدعم هذه الدولة الصغيرة داخل جسم الكيان العربي. اجتماع تنسيقية الفصائل لم يكتفي هذه المرة بتهديد واشنطن، بل لوح باستهداف خطوط الطاقة خصوصا تلك التي تخرج من العراق باتجاه ميناء العقبة الأردني. أنا أعتقد سيكون هناك تكتيك جديد وضربات جديدة يتم استهداف لربما المناطق الحيوية في الأردن والمصالح الأمريكية في المنطقة، ليس في العراق فقط مثل ما كان في السابق تستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار والحرير في أربيل، وإنما سيتم استهداف أغلب المصالح في المنطقة، بالتالي هذا سيكون يعني ممرا ومنطلقا خطيرا على العراق وعلى العراقيين وحتى على حكومة السيد السوداني. انخراط الفصائل العراقية بشكل أكبر في تداعيات الحرب الدائرة في غزة سيدخل المنطقة في حالة من التصعيد الذي لا يحمد عقباه بحسب كثيرين. تهديد الفصائل العراقية المسلحة سيزيد من حرج الحكومة العراقية إقليميا ودوليا، خصوصا فيما يتعلق بتعهداتها لواشنطن بانسحاب منظم لقواتها من العراق. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.